بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحرار الأردن ويا أحرار العراق وسوريا واليمن ولبنان ومصر ويا أحرار العالم، يا من تتظاهرون يوميا دون ما كلل أو ملل ومنذ 7 أشهر على التوالي دعما لقضية فلسطين وتحرير فلسطين ونصرة لأهلنا في غزة ومطالبة بوقف العدوان الهمجي على القطاع. نحييكم، نحيي شجاعتكم من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن. بوركت حناجركم، بوركت أيديكم، بوركت وقفاتكم، بوركتم أيها الأحرار. يا من كسرتم كل حواجز الخوف، الخوف من السلطة وأصنام السلطة، الخوف من الحرمان من المال والأنفس، الخوف من الفقر والحاجة والعوز، الخوف من حجز الحرية. لكم منا كل تحية، أنتم طليعة هذه الأمة، أنتم الأحرار. نوجه أيضا وباسم الملتقى الوطني كل التحية لحركة 15 إبريل، هذه الحركة العالمية التي هبت لمحاصرة كل الشركات والمؤسسات والمصانع التي تدعم العدو الصهيوني بالسلاح وبالمال، وقررت أن تشل اقتصاد العدو وداعمي العدو. فحياهم الله، عسى أن يكونوا قدوة لنا في بلادنا العربية والإسلامية. نحيي أيضا من جروا الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية. نحيي جنوب أفريقيا وناميبيا، ونحيي من جروا أعوانه إلى محكمة العدل الدولية. نحيي نيكاراغوا، ونحيي أمريكا اللاتينية. وفوق ذلك كله نحيي وعلى وجه خاص محور الشرف، محور الكرامة، محور البطولة، محور التصدي في مواجهة محور النفاق، محور الاستعلاء والاستكبار. نوجه اليوم من خلال الملتقى الوطني وباسمكم يا أحرار العالم رسائل 7. رسالتنا الأولى إلى 56 حكومة عربية وإسلامية: أما رأيتم ما حدث في مجلس الأمن بالأمس؟ أما زلتم مصرين على الاكتفاء بما تسمونه النضال الدبلوماسي في أروقة هيئة الأمم المتحدة؟ أما آن لكم أن تدركوا أنه بوجود الفيتو الأمريكي فإن كل حراكتم بلا قيمة ولا وزن ولا جدوى؟ أمريكا هي هي، وأمريكا راس الحية. أما آن لكم أن تغادروا مربع الدبلوماسية إلى مربع الفعل السياسي؟ أين هي أدوات الفعل السياسي؟ والله لو أن هذه الدول فقط لوحت بقطع كل علاقاتها مع الكيان سياسية واقتصادية ووقف كل اتفاقيات التطبيع لتوقفت الحرب الآن وفورا على غزة، ولكنكم تكتفون بالكلام والأقوال دون الأفعال. رسالتنا الثانية إلى حكومة الدوار الرابع: يا حكومة الدوار الرابع،
يا حكومة الدوار الرابع، نحن لسنا العدو. هؤلاء الأحرار الذين يتظاهرون نصرة للأردن أولا، ونصرة لفلسطين، ونصرة للأمة، ليسوا أعداءكم. عدوكم يتربص بكم عبر الحدود، عدوكم من تعقدون معه اتفاقيات سلام واستسلام، عدوكم من تؤسسون معه حلفا شرق أوسطي للدفاع عنه. والتضامن مش تهمة، ويا أم هذه غزة، أطلقوا سراح كل الموقوفين والمعتقلين على خلفية حراك غزة. حرية 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 للمعتقلين الحرية، للمعتقلين الحرية. أطلقوا سراح كل موقوفي الحراك الشعبي، أطلقوا سراح ميسر ملص، أطلقوا سراح أيمن صندوقة، أطلقوا سراح زياد بحيص. أما آن لهؤلاء الفرسان أن يعودوا إلى عرينهم. ما من كل ما من لين، وما من كل ما من لين، وطلع كل المعتقلين، وبتنا كل المعتقلين. رسالتنا الثالثة، رسالتنا الثالثة، ويا حجم الألم، إلى الطفلة ملاك محمد إسماعيل هنية. رسالتنا الثالثة إلى ملاك الرحمة، ملاك المحبة والجمال، الذي اغتالته شياطين الإنس أبالسة هذا العالم، شياطين الخراب. يا ملاك ويا كل أطفال فلسطين، يا 14,000 طفلا وطفلة اغتالوا ضحكتكم، اغتالوا قصتكم، قتلوا حياتكم وسلبوا منكم الأنفاس، يا نساء فلسطين، ويا أمهات فلسطين، ويا شباب فلسطين، ويا رجال فلسطين، أيها 120,000 ويزيد بين شهيد وجريح وتحت الأنقاض، يا من يخشاكم العدو حتى وأنتم موتى فيجرف جثثكم وينبش مقابركم، إنما النصر صبر ساعة. ومن عمان تحية، ولا غزتنا العابية، إنما النصر صبر ساعة، وللباطل جولة، ولكن للحق جولات. دمك يا ملاك ودم أطفال وطفلات فلسطين لن يذهب هباء، هذا الدم المبارك هو بداية معركة التحرير الكبرى، بداية معركة إسقاط كيان العدو ومشروعه الصهيوني في العالم أجمع. تكبير يا ما يا ما يا ما. فوق فوق، الصوت عالي فوق إخوان. ويا ما يا ما يا ما. والنيتن قرب إعدامه، والنيتن قرب إعدامه. ويا ما يا ما يا ما.
مني تنقرب اعدامه. رسالتنا الرابعة إلى أهلنا في كل فلسطين المحتلة وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية والقدس، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. يا أهلنا، ماذا تنتظرون؟ دبابات العدو وقناصته ومسيراته وعسكره وطائراته تنتهك أرضكم كل يوم، تنتهك منازلكم كل يوم، يهجمون عليكم في منتصف الليالي فيسرقون الطفل من حضن أمه ويغتصبون الزوج من حضن زوجته. فماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون لتهبوا هبة رجل واحد وتتصدوا لهذا العدو بصدوركم العارية؟ أنتم بوابة التحرير، انهضوا واكسروا كل الأغلال. من كان يظن أن هناك سلاما مع الكيان الصهيوني فكل أوهامه سقطت بالأمس. هل شاهدتم الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن؟ هل شاهدتم الامتناع البريطاني؟ هل شاهدتم زمرة الشر التي تضحك عليكم منذ أربعة عقود من الزمن وتعللكم بأنها ستمنحكم دولة وستمنحكم حقوقا؟ ألم تروهم يكشرون بالأمس عن أنيابكم؟ اصحوا اصحوا. ويا عالم أعمى وما يشوف، ويا عالم أعمى وما يشوف، والخيانة على المكشوف، والخيانة على المكشوف. ويا عالم أعمى وما يشوف، شهدانا بالألوف. رسالتنا الخامسة، رسالتنا الخامسة إلى ذلك الغرب المنافق الكذاب الشرير إلى محور الشر الحقيقي في هذا العالم، ذلك الغرب الذي يحمي دولة الكيان ويحول بينها وبين العزلة سياسيا، ويحول بينها وبين فرض العقوبات عليها، ويسمح لها بارتكاب الجريمة تلو الجريمة تلو الجريمة، ويسمح لها بالبلطجة والعربدة في أجواء سوريا والعراق ولبنان ومصر والسعودية وإيران وفي كل مكان، ثم يتحدث بوقاحة عن فرض عقوبات على من يرد على العدوان. يا للعار يا للعار، عيب عليكم، ولكن تلك الأقنعة التي كنتم تخدعوننا بها قد سقطت، وعار على من يضع يده في يدكم بعد اليوم. بالأمس البرلمان الأوروبي منع عرض صور لأطفال غزة وسمح بعرضها لأطفال أوكرانيا. صور يخافون حتى من الصور، يخشون حتى من أن يعرف شعبهم عن حجم الجريمة في فلسطين، عن حجم الإجرام في قطاع غزة. أيها الغرب المنافق، لا تحدثنا بعد اليوم بحقوق الإنسان ولا بالشرعية الدولية، فقد سقطت كلها على أعتاب غزة. ويا منتقم يا جبار، ارفع ايدك فوق فوق، ايدك فوق، ارفع ايدك للمنتقم الجبار. ويا منتقم يا جبار، وزلزل عروش الكفار، وزلزل عروش الكفار. ويا منتقم يا جبار، وثبت جندك الأطهار. ويا منتقم يا جبار، ومنك نطلب احنا الثار.
رسالتنا السادسة إلى من رفعوا رؤوس الأمة، إلى أولئك الأسرى الأبطال المناضلين في سجون الاحتلال الصهيوني الهمجي. أنتم السجناء، ولكنكم السجين الذي يرعب السجان. أنتم كابوس الاحتلال، أنتم رعبه، ولن ينالوا من عزيمتكم، وأنتم المنتصرون بإذن الله، وأنتم الأعلون بإذن الله، وستنجح المقاومة في إطلاق سراحكم، وستصمد ستصمد ستصمد حتى آخر طلقة. ويا سير سير سير، ويا سير سير سير، واحنا وراك للتحرير، واحنا معاك للتحرير. واخيرا الى اهلنا، الى كرامنا، الى خير مرابطينا في غزه الاشاوس، غزه العزه، تضحياتكم تضيء الطريق المظلم، تفتح ذلك النفق الطويل الذي أغلق على شعبنا الفلسطيني. تضحيات أطفالكم ونسائكم ورجالكم وشبابكم ومقاومتكم الماسلة لن تذهب هباء. هذه بداية التحرير، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. ويا سير سير سير، ويا سير سير سير، واحنا معاك مهما يصير. ويا أسرانا يا أبطال،